You are under arrest. Why? What did I do? I'm here to visit my son. مدام راوية، أنا أتكلم العربية. عربي؟ الحمد لله، عشان تفهمني. أنا دايماً أي أمريكا. أدش وأطلع. ما في عندي أي شكوك أو مشاكل. اليوم وجدت شكوك للأسف. ليش؟ شنو سويت عشان في شكوك؟ مدام راوية، هل عندك حسابات في أمريكا؟ نعم، عندي حسابات بأمريكا. الحسابات هي تهمتك الأولى. ليش الحسابات تهمتي الأولى؟ هناك تحويلات مريبة من حسابك إلى حسابات مشبوهة. أنا ما حولت. كل الحوالات اللي أعملها بس لابني جورج من حسابي الكويتي. التحويلات مثبتة، لماذا قامت هذه التحويلات؟ ما أدري. الهدوء من فضلك. انت شلون تبيني اهدى وانت قاعد تتهمني بشيء انا ما سويته؟ انا ما حولت التحويلات اللي انت قاعد تتكلم عنها. الحساب يخصك وانت المسؤوله عنه. بس انا حتى ما اعرف ادخل اونلاين. انا ما اعرف اي شيء. زوجي المسؤول عن كل شيء. هل كنت تعلم عن التحويلات الى تلك الحسابات المشبوهه؟ لا ابدا، حتى امي ما تعلم باي شيء. والدي هو اللي يمتلك التوكيل وهو المسؤول عن كل شيء. أمي أصلاً تأخذ مصروفها من أبوي. أمي بريئة. أمي حتى أصلاً ما تعرف تدخل على حسابها الأمريكي عبر الأونلاين، ولا أصلاً عندها حتى كلمة السر. أمي اللي تخدمها بهالبطاقة أنها تستوك فيها ذات أمريكا. والدي هو المسؤول عن كل شيء. وأنا عندي صورة للتوكيل موجودة بالتلفون، إذا حاب أوريك إياها. ألو، وينك جورج؟ وين أمك؟ يبا أنت مو حرام عليك، أنت ليش تدخل أمي بشبهات؟ شبهات؟ أي شبهات؟ يبا أمي مسكينة من أول ما وصلت ما ارتاحت من الشكوك والتساؤلات اللي عليها، وتبي صدق يبانا مالهمهم. التحويلات واضحه وضوح الشمس. يبا انت ليش كذي تسوي؟ انا ادري ان امي بريئه، وانت تدري انها بريئه، ليش كذي تسوي؟ شوف يا عمران، ما بضايق خلقك ولا بقذفك، بس انا ما اقدر ما اقول لك. اذا ما اقول لك انت اقول حق منو؟ قولي امه، قولي. المصائب لا تاتي فرادى، قولي. راويه حاجزينها بالمطار قاعد يحققون معاها. شلون عرفتي؟ جورج قال لي. اللهم إني لا أسألك رد القضاء، ولكني أسألك اللطف فيه. يا رب. قلت لي زوجك يمتلك توكيل عام أم خاص؟ عام. والله سألتوني هالسؤال ألف مرة وجاوبت. ليش تعيدون نفس الأسئلة؟ ما راح أغير كلامي، والله أنا صادقة. عام والله.